الأستاذ عبد الله من القليوبية والده متوفي وترك أم وزوجة وثلاثة أولاد، 3 أولاد وخمس بنات. تمام. والبنت توفيت بعد والدها وتوفيت قبل والدتها، هل أولادها يرثون في جدتهم؟ طيب، بداية الذي توفي والده لما توفي وترك أم وزوجة وثلاث بنات وخمس خمس ذكور، بنات وثلاث خمس صبيان. بنات وثلاث ذكور، الأم لها السدس والزوجة لها الثمن والباقي للأولاد كلهم للذكر مثل حظ الأنثيين. تمام. إذن فالبنت التي توفيت بعد أبيها لها ميراث، لماذا؟ لأنها كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدها، تمام. وهذا الذي ورثته يكون لأولادها تمام. أو لورثتها، لأن هي ممكن يكون لها زوج وأولاد وأم، تمام. لأن أمها كانت عايشة وتوفتها. طيب، واعترف فيها أيضا، أمها ترث فيها، أمها ترث فيها السدس لو هي لها ليها أولاد، ليها أولاد ولو ما لهاش أولاد برضه أمها ترث السدس لأن لها إخوة أشقاء. فعلى كل حال أمها لها سدس. طيب، بعد والدتها ما تتوفى بقى، يبقى أولاد هذه البنت لهم في جدتهم وصية واجبة بمثل ما كانت تستحقه أمهم ميراثا لو كانت على قيد الحياة. يعني كأن أمهم على قيد الحياة. على قيد الحياة، نعم. يبقى الإجابة على سؤالهم هم نعم يرثون في جدتهم. نعم جدة يرثون، مش يرثون، يستحقون بالوصية الواجبة بمثل ما كانت تستحقه والدتهم أمهم ميراثا لو كانت على قيد الحياة. عظيم.